الحقيقة والله إني مش عارف كيف أبدأ بموضوع في غاية الأهمية بالنسبة لي. أنا في بداية عملي الإعلامي التلفزيوني حوالي 15 سنة مذيع تلفزيوني، وبعد يعني أن قررت أتوجه للعمل الإعلامي الإذاعي كنت أروح على الإذاعة الأردنية، ما هي التلفزيون والإذاعة بنفس المكان، فكنت أروح على الإذاعة الأردنية مشان أتدرب. تخيلوا بعد 15 سنة مذيع تلفزيوني الحمد لله رقم واحد يعني، بس كمان لما انتقل المذيع لعمل الإعلامي الإذاعي هناك اختلاف كلي بين العمل التلفزيوني والعمل الإذاعي. يعني قد ما احنا القديمين كنا حريصين على انه نشتغل بطريقة احترافية، كنا نروح نتدرب مع زملاء كبار في العمل الإعلامي، لكن للأسف الآن للأسف الشديد مرات على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي ناس له دار الصحافة وإعلام ولا عنده أي خبرة بالعمل الإعلامي سواء إذاعي أو تلفزيوني، بطلع بحكي كأنه إلو عنده خبرة بالإعلام 30 سنة. لما كنت أروح على الإذاعة بعد دوامي التلفزيوني، يعني بالإضافة إلى دوامي التلفزيوني، كنت أروح أنا لوحدي على المبنى الإذاعة مشان أقعد مع المذيعين الإذاعيين وأتعلم منهم. كان زميل إعلامي عزيز كلكم تعرفوه اسمه عصام العمري، بذكر كنت أحضر معه في الاستوديو ببادرة شخصية منه حتى أتعلم منه العمل الإعلامي الإذاعي. ولما نحكي في هذا الموضوع، لما نحكي في هذا الموضوع بنتحدث عن مهنة، يعني مهنة كبيرة اللي هي مهنتنا بالعمل الإعلامي سواء إذاعة تلفزيون صحافة. يعني لازم تكون من الخبرة بمكان حتى أنه أنت تقدر يعني تطلع الشعب الأردني يشاهدوك أو يستمعوا إليك أو يقرأوا لك إذا كنت صحفي. وبنتمنى هذه المهنة تظلها لأصحاب الاختصاص، لأنه للأسف الشديد مرات بيكون طالب جامعة سنة أولى، قديش عمره يعني 19 سنة، بتلاقيه بس تقعد معه وتقول له عرفني حالك، بيقول لك أنا الإعلامي محمد الوكيل سنة أولى صحافة وإعلام. إحنا أمثالنا القديمين مثل أخونا عصام العمري ربنا يشفيه وعافيه، مثلي أنا، مثل كثير من زملائنا اللي عندنا خبرة طويلة في هذا المجال، والله بنخجل لما نقعد مع الناس نعرف حالنا انه حتى اعلاميين بغض النظر اننا معروفين. على كل حال يعني دعوانا جميعا الى الله سبحانه وتعالى ان يشفي زميلنا الاعلامي المخضرم العزيز عصام العمري الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الملكة علياء نتيجة اصابته بفيروس كورونا. صباح الخير حبيبتي، مرحبا بكم جميعا، وصباح مليء بالتفاؤل لكل المستمعين اينما كانوا. نبدا ونشرع رحلتنا الصباحيه بدعاء عريض للعلي العظيم بان يديم على وطننا الاستقرار والامان، وان يظل هذا الوطن باهله وطن الخير ان شاء الله. هذا الصوت العزيز بالنسبة لنا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع إلى منصته الإعلامية الإذاعية يطل على مستمعين ومحبينه بإذن الله تعالى. وهي فرصة أن نطمئن على صحة أخونا العزيز عصام العمري من خلال معاذ ابنه. معاذ صباح الخير حبيبي. صباح الخير أستاذ محمد، أستاذ أبو هيثم، صباح الخير لك ولكل المستمعين، وبشكرك على هذا الكلام الطيب وعلى هذه المشاعر الصادقة الأخوية تجاه والدي. يعني أنا مقدر ظرفك يا معاذ، وأطلب من الله ربنا يشفي لك والدك، يعني والدك من الإعلاميين الكبار في البلد، هذا يعني المعروف للكل مش أنا اللي بحكيه. طمنا عنه بالله يا معاذ. والله أستاذ أبو هيثم هو الآن في ملكة عليا، مستشفى الملكة عليا تحت العلاج، يوم لنا 22 يوم داخل المستشفى، إصابة كورونا. طبعا الإصابة اجته من خارج البيت للبيت زي ما انت تفضلت الصبح، يعني اجته من خارج البيت للبيت. نعم. والآن هو يعني في العناية المركزة في الـ ICU، نسأل الله الشفاء يعني يا رب
كل شيء بيد رب العالمين، لكن الحالة تطورت وصارت أصعب. يعني الخدمات الطبية الملكية مش مقصرين، لكن ما هم سبب، لكن ما في بيدهم شيء يعملوه غير البروتوكول. يعني هل معاذ هو على أجهزة التنفس الاصطناعي هل يتحسن أم لا يتحسن؟ يعني طمنا أكثر عن وضعه، لأنه يعني إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى ربنا يشفيه وعافيه، وما في شيء بعيد عن رب العرش العظيم. يعني فهل هو كان عنده نقص مناعة؟ هل كانت قاسية الفيروس كان قاسي على جسمه لهالدرجة؟ هو ماخذ المطعومين بالبداية، يعني ماخذ المطعومين الجرعتين. نعم. هو له 4 أيام على التنفس الصناعي، دخل في هذه المرحلة، كان قبلها لا على التنفس العادي. نعم. لكن ما بنع أبدا، ما صار تحسن، صارت الحالة كل ما لها تزيد سوء، الالتهاب يزيد، التهاب شرس، الحالة صعبة جدا، ما كان في التجاوب مع العلاجات من يعني الرئة وضعها كان التهاب كبير جدا، هذا الاشي ما ساعد بالمرة. قاوم قدر يقاوم يعني 18 يوم على الاكسجين العادي، لكن بالاخر اضطرينا انه نتحول للمرحلة اللي بعدها وهي التنفس الاصطناعي. لا حول ولا قوة الا بالله. والله لا نملك يا معاذ الا كل المستمعين، انا قاعد بتابع على بث صفحاتنا على الفيسبوك، كل المستمعين يدعو الله رب العرش العظيم بانه ربنا يشفي اخونا عصام العمري. ويعني ممكن دعوة من مستمع، دعوة صادقة تساهم بالشفاء. صحيح. يعني هذا شيء، يعني هذا اللي نطلبه من ربنا ومن الناس، انه بس يدعو له بالشفاء، لانه ما في بإذن اي شيء، حال الضعف الله لا يدوقها لاي انسان. احنا مقدرين ظرفك يا معاذ، ظرف العائلة جميعا مقدرين هذا الظرف، ويعلم الله اننا ندعي له في ظهر الغيب انه ربنا يشفيه ويعافيه، وما في اشي بعيد عن رب العرش العظيم. يعني الحمد لله رب العالمين. وهي نصيحة لكل الأهل والأحبة والإخوان، ما حد يقول ما في كورونا، ما حد يقول أنا والله بعيد. إحنا وأبوي من الناس اللي عنده يعني ميدالية سيارته، مفاتيح سيارته صدت من المعقمات. نعم. أنا بعرف أنه حريص جدا، يعني أنا بعرف أنه حريص جدا، يعني العم أبو هيثم جدا، يعني بطريقة يعني غريبة، لكن إجته من أخوي الصغير من المدرسة لجوا البيت وأصابت كل البيت، والحمد لله رب العالمين. أنا هذا اللي نحكيه معاذ، يعني كمان أنا يعني أجل وأقدر ظرفك، وبنفس الوقت يعني أحترم دائما رسائلك التوعوية للناس اللي بحبوك. يعني أنه أنت هي قاعد تحكي يعني أخذ الجرعتين، والصبح كنا نحكي بأنه حتى لو كنت ماخذ الجرعتين أنت لست في منأى عن الإصابة بهذا الفيروس اللعين، لازم تدير بالك على حالك، وممكن يجيك من أي حدا. فلذلك إذا ما كلنا تكاتفنا مع بعض ما بزبط شخص واحد مثل والدك الله يشفيه وعافيه، قد ما قاعد تذكر قد ما حريص إجا من برا البيت الفيروس. صحيح. يعني إحنا ال- 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 الشخص اللي ما بده يكون حريص على حاله، أنا بنصحه يزور أي مستشفى فيها في المملكة الأردنية، يزور أي مستشفى وروح يتفرج بوجوه الأهالي اللي قاعدين على الأرصفة، ما عندهم أي شيء يعملوا إلا كل واحد قاعد ورافع إيديه لربنا للسماء لفوق وبدعي. يروح يتفرج يشوف المشهد قديش مؤلم، ويشوف حالة الضعف اللي عند أي إنسان مش قادر يقدم أي شيء لوالده لوالدته لأحد أسباب الرضا عند رب العالمين، مش قادر يعمل له أي شيء. روح شوفه قبل ما أنت تقول ما في كورونا، قبل ما تقول أنه أنا أخذت المطعوم، قبل ما تقول أنه أنا عندي تباعد، قبل ما تقول أنا داير بالي، ربنا اللي بحمي، ربنا الحافظ، لكن كمان في أسباب وفي عنا استهتار. يعني أنا بعرف أنك ليل نهار عند والدك في المستشفى، وربنا يطمنك يا معاذ، وبديش طول عليك يعني، لأنه يعني نتمنى من كل المستمعين الدعاء بدعوة صادقة لأخونا الإعلامي عصام العمري وكل الذين يرقدون على أسرة الشفاء، أن ربنا يشفيهم ويعافيهم. بارك الله فيكم فيهم. واسمح لي بس بأشكر قوات المسلحة الأردنية وتحديدا الخدمات الطبية الملكية ومكتب رئيس هيئة الأركان اللي ما خلوا من جهدهم جهد، لكن هذه إرادة ربنا، وهذا الفيروس
اي طبيب توقف معه بقول لك مش ما بتقدر تتعامل معه مباشره، مش عارفين يوم صحيح. هيك يوم صحيح. هيك صحيح. يعني انا والدي قبل ما يدخل الاي سي يو ب 11 ساعه رجع اكسجينه تمام، صحته تمام، الالم راح من صدره، بحكي طبيعي، اموره تمام. بعد 11 ساعه اختلف 360 درجه. بدي اشكرهم، بدي اشكر الممرضين. اسمح لي استاذ بايتون، لانه انا بشوف شيء على بشوف شيء على الواقع. نعم، لو حدا حكى لي ما بصدقه. نعم، بشوف قديش هذول الكادر التمريضي ببذل جهد لا يوصف، لا يوصف، مهما حكيت عنه والله لن اوفيهم حقهم. ببذلوا جهد كبير، لما قالوا عنهم انهم يعني ملائكه، والله العظيم نعم صحيح ملائكه، لانه ببذلوا جهد يعني الله. بعيدا عن الجهد العملي كمان جهد نفسي، كيف تعاملوا مع الاهل، كيف تعاملوا مع الناس. الله يعينهم، الله يحميهم ويبعد عنهم كل شر، لانهم هم خط اول في هذه المعركه. صحيح. خط اول. صحيح. لازم احنا بس كمان نقول الله يحميهم، لانهم بيعملوا اللي عليهم والباقي يا رب العالمين. يعني احنا هي فرصه من خلال اتصالنا مع حضرتك ووجود اخونا العزيز الاعلامي عصام العمري على سرير الشفاء في مستشفى الملكه علياء، نوجه تحيتنا بالاضافه اللي تفضلت فيها للخدمات الطبيه الملكيه على كل هذا الجهد العظيم اللي ببذلوه مع المرضى بشكل عام ومرضى كورونا تحديدا، لانهم كانوا يعني رافد قوي جدا لوزاره الصحه بانه يعني نقدر ان شاء الله نقدم خدمه طبيه للمرضى. معاذ، اتمنى انك تقدر توصل لاخوي عصام العمري انه يتحسن وتوصل له تحياتنا ودعواتنا الصادقه له ان شاء الله. يعني للامانه استاذ ابو هيثم، انت اول شخص اتصل فيا بشكل شخصي يطمن على الوالد اول ما تمت اصابته. نعم صحيح. وانا خبرته قلت له اول شخص اتصل فيا العم ابو هيثم بتطمن عليك. الله يشفيه، الله يشفيه يا معاذ. امين، الله يسعدك ويطول بعمرك ويبعد عنك يا عمي كل شر، انت وكل احبائك وكل المستمعين، ان شاء الله يا رب تبعد هالوباء عن كل اهل هالبلد الطيب. اللهم امين. وبالسلامه يا معاذ، بالسلامه حبيبي. الله يسلمك ويطول عمرك.